الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك ربنا هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم اسطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم أظلنا تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارحمنا إذا تفت الساق بالساق إلى حبك يومئذ المساق اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم بالماء والثلج والبر اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجازهم بالإحسان إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت
أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.